newspaper. نبدأ أهم العناوين الصادرة في الجرائد التونسية بجريدة الشروق اللي رجعت الأمطار اللي صارت البارح في بلادنا. قالت في سوسة المهدية: القيروان نابل وقفصة أمطار طوفانية تغرق الشوارع والدروس تتوقف. في موضوع آخر قالت الشروق: البرلمان يقر دورة استثنائية والحسم في تعديل القانون الانتخابي في جلسة الجمعة. في أخبار العالم رجع زيادة الشروق لصراع اللبناني الإسرائيلي، وقالت: مئات الشهداء والجرحى في غارة إسرائيلية يوما دائما في لبنان، وصواريخ حزب الله تضرب في الجليل، حيفا وعكا والجولان. جهة الصحافة: رئيس الجمهورية لدى استقبال ورئيس الحكومة: تونس في حاجة لابتكار أفكار ومفاهيم جديدة تقطع مع الماضي. وعاد زيادة جريدة الصحافة على عدوان إسرائيل على لبنان، وكتبت: 247 قتيل على الأقل ضحايا العدوان الصهيوني، ولبنان على تماس حرب ثالثة. في جريدة الصباح اللي حكيت على الأمطار الأخيرة، وقالت: الأمطار تكشف عيوب البنية التحتية. في موضوع آخر زيادة كتبت الصباح: بقرار مكتب البرلمان دورة استثنائية للنظر في مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الانتخابي. في نفس السياق أمطار البارح، جريدة المغرب قالت: تكشفها تهاتل الأمطار سنويا البنية التحتية في حالة عجز. وعادت زيادة الوضع في الشرق الأوسط، وكتبت: عدوان صهيوني مفتوح، لبنان ينزف دما، الجنوب في مرمى الجنون الصهيوني والحرب تتوسع. في جريدة لابريس عادت زيادة على لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وقالت: pour une nouvelle stratégie de développement durable. وفي جريدة الشرق الأوسط قالت في صفحتها الأولى: إسرائيل تغرق لبنان بالدم والنازحين.